مرة اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن البالس امبليتيود مودوليشن والبالس ويدث والبالس بوزيشن مودوليشن. اخر حاجة كنا سايبينها كانت البالس كود مودوليشن، وقلنا من الاسم بتاع المودوليشن اقدر اعرف ايه، انا بحط الفاليو بتاعت السامبل او المسج بتاعتي بحطها فين. فدلوقتي بنحط ايه؟ بنحط بالس كود. فبعمل ايه؟ بحول السامبل بتاعتي لايه؟ لكود. وده الترانزيشن ما بين الديجيتال والانالوج. ماشي، انا دلوقتي كل ده كان شغالين انا، ودلوقتي هنشتغل ايه؟ هنحول البارسز عندنا لايه؟ لكود، باينري كود. وساعتها كده ايه؟ يبقى ده فاضل ايه؟ ان احنا ندخله على ديجيتال سيستم، وساعتها بقى نعمل ديجيتال مودوليشن اند سو اون. كده حولت بقى عندي خلاص باينري بيتس. طيب ازاي اعمل الباينري بيتس ديت لو انا عندي سيجنال؟ اوكي خلاص عملت لها سامبل، سامبلنج، عندي سيجنال عامله كده، عملت لها سامبلنج. اوكي سامبلنج ده مثلا عندي البالس دي الفاليو بتاعتها 1.1 ودي 0.8، دي مثلا 1، ده 2.5. ازاي هقدر احول الفاليوز اللي هي الفراكشنال ديت او الكونتينوس فاليوز ديت لكود؟ مش هينفع اخد كل واحده فيهم واحولها لباينري، صح؟ لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ديسكريت فاليوز، ديسكريت فاليوز او ايه، ديسكريت سيت اوف ايه فاليوز كده اللي بختار منها الامبليتيودز بتاعتي. طب على اساس ايه؟ على اساس عدد البيتس اللي اقدر ايه اساين كل سامبل بيها. بمعنى ان انا لو عندي مثلا 3 بيتس بير سامبل، كل سامبل فيهم همثلها ب 3 بيتس، يبقى انا عندي كود بوك كده عباره عن ايه؟ عباره عن سيت اوف باينري كودز اللي ممكن استخدمها. لو عندي 3 يبقى عندي ايه؟ 8 باينري كودز. لغايه ايه؟ لغايه التلات وحاجة. تمام؟ فبقول ايه بقى؟ فبقول ان مثلا عندي ده المينيمم بتاع السيجنال وده الماكسيمم. ماشي؟ وهقسمها كام؟ ل 8 ليفلز كده. اوكي؟ وهقول ايه؟ هقول لو السامبل وقعت ما بين التو ليفلز دي بس هي اقرب من الليفل اللي فوق، هايه؟ هعملها سيلينج للليفل اللي فوق كده، واعمل ايه؟ واعملها كده ايه؟ ده اسمه كوانتايزيشن. ودي هيبقى ايه برضو الايه؟ الليفل اللي فوق دي الليفل ده اند سو اون. ماشي؟ وبعد كده ايه؟ مش بس من الزيرو لفوق؟ لا، من المينيمم بتاع السيجنال بتاعتك عشان تقدر ايه تسبان كل او تستغل كل الليفلز اللي عندك. اوكي؟ طيب وبعد كده بعمل ايه؟ بقول مثلا الليفل ده لو كان عندي سامبل في الليفل ده هيبقى دي مثلا دي 3 زيروهات مثلا، بعد كده 001 سو اون لغايه ايه؟ 3 1. بماب ايه؟ بماب الكوانتايزد فاليوز دي للسامبلز لايه؟ للكود ووردز. طيب خلينا نبص كده ايه البارامترز عندنا. ال n دي هي ايه؟ هي عدد البيتس اللي بديها لكل ايه؟ كل سامبل. مين الليفلز؟ او ايه علاقتها بعدد البيتس؟ 2 تو باور اوف ان، صح؟ ما انا لو كان عندي 3 بيتس بقى عندي كام ليفل؟ 8. تمام؟ ده ايه؟ ده النمبر اوف ليفلز. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي الستيب سايز. الستيب سايز ده اللي هو ايه؟ انا دلوقتي ماشيه بستيب قد ايه؟ الديستنس اللي ما بين التو ليفلز. ده الاس، ده الاس بتاعي. طيب بحسبه ازاي كده من شكل الفيجر بتاعتي؟ باخد المينيمم ماينس الايه؟ الماكسيمم ماينس المينيمم، صح؟ على عدد الليفلز. لو هما سيمتريك فبعمل ايه؟ بيبقى عندي 2 للماكسيمم على الايرور. طيب ماكسيمم ايرور، ايه اكبر ايرور ممكن يحصل لي في السيستم عندي؟ ان انا عندي 2 ليفلز كده، ماشي؟ وعندي انا عندي في الاخر ايه؟ اللي هي الاس على الاثنين او اللي هي نص الديستنس ما بين التو ليفلز دي هي الثريشولد بتاعي، اللي لو انا عندي سامبل فوقيها هقربها للايه؟ للي فوق، ولو عندي سامبل تحتيها بقربها ايه؟ للي تحت. طيب ايه اكبر ايرور ممكن يحصل لي؟ اكبر ايرور ممكن يحصل لي لو السامبل عندي وقعت فين؟ وقعت على الخط ده بالظبط. فساعتها انك انت ترفعها لفوق نفس الايرور بتاع ايه؟ انك انت تنزلها لتحت. ماشي؟ باور وايز ان احنا بننزلها لتحت عشان ايه؟ عشان كباور هيبقى ايه؟ الباور اقل. اوكي؟ طيب ده كده ايه الماكسيمم ايرور؟ يبقى اكبر ايرور ممكن يحصل لي في السيستم هو ايه؟ هو الاس على الاثنين. طيب جيت بعد كده عملت ديريفيشن للكوانتايزيشن نويز. ايه الكوانتايزيشن نويز ده؟ هو الايرور بتاع كل سامبل. فمثلا السامبل ديت الايرور بتاعها عامل كده، ده الايرور بتاعها عامل ده كله، وده ايه؟ الايرور بتاعها كده. فهي حاجه راندوم بتعتمد على الايه؟ السامبلز بتاعتك، بتعتمد على المسج. ففي الاخر عملت لها ديريفيشن طلعت في الاخر ايه؟ ان هي اس سكوير على ال 12. والباور بتاع السيجنال عملت لها برضه ديريفيشن طلعت ايه؟ الام سكوير على ال 3. طيب الاس ان ار بنحسبه ازاي؟ الاس ان ار ستاندز فور ايه؟ C
signal to noise ratio. فهقسم الباور signal power على الباور بتاع النويز. ده هو ايه؟ هو ام سكوير على 3، واللي تحت ده هو ايه؟ هو الستاب سكوير على 12. الستاب ده اللي هو ايه؟ 2 الام على الام، بس اقول سكوير. عندي ايه؟ عندي الاثنين دي هتبقى سكوير، هتبقى 4 مع 3 تتشال مع مين؟ مع ال 12 اللي تحت. وعندي الام سكوير تتشال مع ده، فاضل لي مين؟ فاضل لي ال سكوير اللي هو ايه؟ 2 باور 2 ال. يبقى عندي اس ان ار فانكشن في مين؟ في عدد البيتس اللي ببعت بيها. وده طبعا لوجيكال جدا، عشان كل ما بزود عدد ال صح؟ اللي بيحصل؟ الستاب بتقل فالريزوليوشن بتبقى احسن، صح كده؟ فاللي بيحصل في الارن بيقل. تمام؟ طيب كل ده كنا بنتكلم على اساس ايه؟ انا عندي يونيفورم كوانتايزيشن. يونيفورم كوانتايزيشن يعني ايه؟ يعني ان انا باخد المينيمم وباخد الماكسيمم، باخد المينيمم وباخد الماكسيمم، واعمل ايه؟ اقسم الرينج بتاعي ده ايكوالي ما بين ايه؟ ما بين الليفلز. اوكي؟ فعندي هنا الستاب ثابته، فعندي ده قد ده قد ده and so on على طول الرينج. اوكي؟ طيب لو انا عندي مثلا سيجنال كانت شكلها عامل ازاي؟ كانت عامله كده. اللي حصل الافريج بتاعها في حته، وفي بيك بتظهر، بس ايه البيك دي؟ مش هي يعني، هي رير اللي بتظهر، هي مش دايما في بيك دي. بيك دي الافريج بتاع سيجنال معظمه هنا، ماشي؟ فلو انا جيت اخدت المينيمم واخدت الماكسيمم وقسمت الليفلز بتاعتي، زي مثلا حاجه عامله كده، ففي الاخر كل اللي تحت ده موديلد از ايه؟ از وان ليفل، او ايه؟ مش هقدر اكابتشر الفاريشنز الموجوده في السيجنال بتاعتي، صح؟ صح ولا ايه؟ طيب ماشي. عندي حل من اثنين، حل تريفيال قوي ماشي سهل بس مكلف جدا، او يعني مش اوبتيمال يعني، وحل تاني شويه ايه ذكي يعني. ايه الحل الاولاني؟ اكوردنج للاس ان ار نعمل ايه؟ نزود عدد الايه؟ البيتس او الليفلز. فيبقى ايه؟ هزود هنا الريزولوشن كده، مش عماله ازود ايه ليفلز كتير، كل ده مش مستخدم صح؟ وده بس الايه بستخدمه مع ليفل واحد من اللي فوق، صح كده؟ طبعا ده مش efficient صح؟ طيب هنعمل ايه الحل الثاني؟ نون يونيفورم، او ان انا اعمل ايه؟ احط هنا ليفلز كتير، واجي هنا ليفلز اللي انا مش هستخدمها هقطعها، اوسع الليفلز هنا. تمام؟ ده بنسميه ايه؟ ده نون يونيفورم كوانتايزيشن. اوكي؟ طيب نون يونيفورم كوانتايزيشن ده كان الدكتور بتقول لكم هنعدي السيجنال على ايه؟ نعملها كومبريشن بالظبط، هنعديها على كومبريسر. طيب ده عباره عن ايه؟ قالوا نبص كده. بيعمل كومبريشن عند الترانسميتر، بيعمل ايه في السيجنال؟ السيجنال داخله زي ما احنا شايفين كده، الافريج بتاعها قليل والايه والبيك بتاعها عالي، بيعديه على بلوك بالترانسفير بشكل عامل كده. ده الفي اوتبوت، ده الفي انبوت. تمام؟ تعالوا نبص كده بيحصل ايه. عندي هنا السمول اللي هي السمول يعني امبليتيود، اللي هي الافريج بتاع السيجنال، بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها امبليفيكيشن صح؟ هنا لو داخله مثلا 0.5 هتبقى ماب هنا مثلا لحاجه اكبر صح؟ فهنا ده اكبر من ده، فبيحصل امبليفيكيشن لايه؟ للسمول امبليتيودز دي. تمام؟ نيجي عند الهاي امبليتيودز اللي بيحصل تفضل زي ما هي، ده قد ده، فده لو هو ده نورماليزد يعني، فده 1 وده ايه؟ ده اعلى حاجه في سيجنال هي ال 1. اوكي؟ فال 1 بيفضل زي ما هو ايه 1، والهاي امبليتيودز دي او البيكس دي بتفضل بنفس الامبليتيود، والافريج بتاع سيجنال ايه؟ بكبره. تمام؟ ففي الاخر الاوتبوت بتاع البلوك ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى حاجه عامله كده. الافريج بتاع سيجنال كان صغير، ده حصل له ايه؟ كبر وذ ريسبكت لمين؟ للبيك الموجود. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل يونيفورم كوانتايزيشن. فيبقى كده عدى
ليفلز كتير على الايه على السيجنال اللي كانت اصلا صغيره ماشي. ده براكتيكلي ده اللي بيحصل لما اجي اعمل نون يونيفورم كوانتايزيشن ده اللي بيحصل. طب تعالى نبص على حاجه تانية. لو انا اسيومنج ان انا لسه عند الانبوت مش عشان اوريكم ان احنا فعلا بنعمل كده. لو انا عندي السيجنال شكلها عامل كده وعاوز ابص على الليفلز بس الليفلز انا كنت ماشيه المفروض كده عشان اطلع الاوتبوت بعدين بعمل يونيفورم كوانتايزيشن. طب لو انا ماشيه اخدت الليفلز دي ودخلتها على الاوتبوت ومشيت بيها لغايه الانبوت ايه اللي هيحصل؟ تعالى نبص كده. انا عندي هنا ده متقسم ايكوالي كده ايكوالي ده هيجي يعمل ايه؟ هيجي الليفلز دي كلها مابت هنا فاكن هنا عدد الليفلز هنا زادت حصل لها كومبريشن وهنا الليفلز حصل لها ايه؟ بقت اوسع صح كده؟ لو اخدت ده كله وحطيته على سيجنال دي هلاقي ان هو هنا بيحصل ايه؟ هنا الليفلز حصل لها كومبريشن وهنا الليفلز ايه؟ زي ما هي واسعه. الناس فاهمه ولا ايه؟ تمام. هنا يعني انا مش في الاول بتكلم على من فكره ان انا عندي ده الانبوت وبمشي مع البلوكس لغايه الاوتبوت اللي بيطلع على الشانل اوكي. فقلنا ان هو بيعمل امبليفيكيشن للافرج وبعد كده بيعديها على اليونيفورم كوانتايزر. طيب في ناس كانت معترضه في السكشن اللي فاتت تقول لي طب انا زي كده عملت كومبريشن للليفلز مش احنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل كومبريشن للليفلز هنا والليفلز هنا تبقى واسعه؟ فقلت له امشي بالعكس. يعني امشي بالعكس انا هنا عندي في الاوتبوت بعد ما بيخرج من الاوتبوت هنا بعديها على اليونيفورم كوانتايزر صح؟ يوفن كوانتايزر ده ليه ليفلز بايه بايكو ديستنت كده ايه بستب ثابته صح. دي الليفلز دي هدخلها هنا هشوفها ايه تاثيرها على سيجنال من غير ما تعدي السيجنال اللي هي الانبوت اللي هي الافرج بتاعها جاي. فلما دخلت الايكوال ستبس كده ايه اللي حصل؟ لقيت ان اسمها ايه دي الليفلز بتاعتها عماله بتكمبرس عند السمول امبليتيود وعند اللارج امبليتيود بيحصل لها ايه بتبقى واسعه. فلو جيت بصيت على ده على الشكل ده كده هلاقي ان الايه ان فعلا الانبوت ده شايف ان الليفلز هنا كومبرست وايه وهنا واسع. لا انا مشيت العكس يعني انا لو مشيت كده هتشوفي ده اللي بيطلع فعلا ده اللي بيحصل. لو احنا بس كنا بنبروف ان فعلا بيحصل كومبريشن عشان انا لو بصيت على السيجنال وهي شكلها عامل كده هلاقي ان الليفلز شكلها عامل كده فاهمين. طيب حد عنده مشكله؟ ها طيب احنا عندنا نوعين من الايه من البلوكس دول. في حاجه او يعني من الترانسفير فانكشن عندي ميو لو والاي لو. انا يعني المفروض ان انتم ما تحفظوش الشكل بتاعهم بس خلينا نتاكد برده من الدكتور تمام. طيب خلينا نشوف البروبلمز بقى. طيب هنا بيقول لي ايه؟ خلينا نقرا البروبلم كده. بيقول لي A compact disc records audio signals digitally using PCM ماشي؟ assume the audio signal bandwidth to be 15 كيلو هرتز. أول حاجة عاوز النايكو ستريت هيبقى ايه؟ سهلة دي 2 × 15 صح؟ هيديني ايه؟ 30 كيلو. بعد كده بيقول لي عدد الليفلز 65536 ماشي. عاوز النمبر اوف بيتس ايه؟ لوج 2 لوج 2 الرقم ده صح؟ ده يطلع كام؟ 16. طيب بعد كده عاوز الريت. الريت ده اللي هو ايه؟ كام بت بير سكند. هجيبه ازاي؟ على ايه؟ لا مش على حاجه ثانيه براحة كده. انا عاوزه بت بير سكند صح؟ الان دي هي ايه اليونت بتاعتها؟ بت بير سامبل صح؟ وعندي الاف اس دي اليونت بتاعتها سامبل بير سكند
صح؟ يبقى انا عشان اجيب الريت هعمل ايه؟ هضرب البيت في سامبل صح؟ في سامبل في سامبل صح كده؟ صح ولا ايه؟ ماشي. ففي الاخر هيديني ايه بقى؟ ان انا في الاخر بضرب الان في الاف اس 16 في 30 تمام؟ طيب بيقول لي لو انا عندي الاف اس ب 44100 والال بكذا عاوز الريت، هعمل نفس الفكره صح؟ بس ساعتها بدل ما هستخدم اف اس اللي هي 30 كيلو هستخدم الايه؟ ال 44000 يبقى عندي ايه؟ 16 44100. بعد كده عاوز المينيمم باندويث. لا الار على الاثنين ماشي؟ يبقى عندي الباندويث ايه؟ هي الار نص الار ماشي؟ النص ده هو مفروض السبكترال افشنسي ماشي؟ ده مش يعني هتاخدوه بعدين ماشي؟ ليه بستخدم الار؟ ليه مش بستخدم الاف اس؟ ايه؟ عشان عملت حولتها لبيتس. فبيتس ده يعني ايه؟ يعني ان انا عندي مثلا من 0 لحد تي اس مثلا سين بقى 16 بت صح؟ فده كله اتقسم لمين؟ بقى عندي ده البيت هنا الديوريشن بيت ديوريشن عندي تي اس على 16 صح كده؟ فعندي ده تي اس على 16 صح كده؟ فاكيني عندي ايه؟ بقى عندي ريت الويت بتاعه كام؟ تي اس على 16 ده هيديني ايه؟ سينك صح؟ صح ولا ايه؟ فساعتها باخد الباند بتاع ايه؟ بتاع ده صح ولا في ايه؟ فاهمين الفكره؟ ان دلوقتي زمان كان اللي بيتحكم يعني طيب زمان قبل ما كنا بنعمل خلينا نمشي مثلا بالانالوج كوميونيكيشن زمان كان عندي ايه؟ كان عندي السيجنال عامله كده صح؟ فكان الباند بتاعها ايه؟ هو ده صح؟ قلنا في الباس باند هيبقى الدبل صح؟ طب دلوقتي عملت ايه؟ عملت سامبلين صح؟ لو انا شغاله فاهم احنا بنعمل ايه؟ باخد السامبل فاليو وبعدين ببعت ايه؟ ببعت بنت الديوريشن بتاعها من 0 لتي اس صح؟ الامبليتيود بتاعها هو بس اللي بيتغير صح كده؟ فدلوقتي ما بقتش ببعت السيجنال بقيت ببعت فولس صح؟ يعني ببعت ريكت. الريكت ده ليه وقت معين. الريكت ده بيبقى شكله عامل ازاي في الفريكونسي دومين؟ يبقى سينك صح؟ صح ولا ايه؟ معايا؟ طيب سينك ده في الاخر هيبقى ايه؟ هيبقى على التي اس ماشي؟ ففي الاخر مين اللي بيتحكم او يعني ده هيبقى ايه اف اس كده ماشي؟ اف اس لا اف اس على الاثنين ماشي؟ فمين دلوقتي بيتحكم في الايه؟ في الباندويث الديوريشن بتاعت البولس دي صح؟ ما بقاش اللي بيتحكم فيها شكل المسج بتاعتي، المسج بتاعتي ممكن يكون الباندويث بتاعها بيه عادي اي حاجه. ده ملوش علاقه بده او يعني ممكن يكون ليه علاقه لو انت بتعمل سامبلنج ريت اثنين الباندويت فيبقى ليه علاقه ماشي. بس انا دلوقتي اللي بشوفه في الفريكونسي دومين هو الويت بتاع البالس. فاهمين الفكره؟ هنا الويت بتاع البالس بعد ما عملت باينري كود انا ما ببعتش بالس واحده الويت بتاعها تي اس، لا ده انا بعمل كودنج صح؟ فببعت ايه؟ لو انا ببعت 16 بت في الوقت ده فيبقى عندي ايه؟ ده اتقسم ل 16 سلوت كده صح؟ وابعت لكل واحده فيهم مثلا هنا 0 1 0 اي حاجه صح كده؟ فبقى عندي ايه؟ اكنه راك والباند بتاعه ايه؟ صغر، سوري الديوريشن بتاعته صغرت. فالديوريشن لما حاجه بتقل في التايم بيحصل ايه في الفريكونسي؟ بتكبر صح؟ فده اكنه ايه؟ ده هيكبر اكتر تمام؟ فيبقى الباند فانكشن في مين؟ في الريت. فاهمين الفكره ولا ايه؟ ها؟ ساكتين ليه طيب؟ ايه؟ راديان؟ راديان ليه؟ راديان بير سكند؟ لا هيرتز عايز السبكترال افشنسي النص ده هو سبكترال افشنسي هو هيرتز بير بت بير سكند ماشي؟ يعني ده اوريدي يعني ده بيتحسب اساسا بس يعني مش عليكم حساباته بس ده في الاخر عادي هيطلع هيرتز عادي اوكي؟ ها تمام ولا ايه؟ ماشي ندخل على البروبلم بعدها.
هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي a television signal has a bandwidth of 4.5 megahertz. This signal is sampled, quantized and binary coded using the PCM يعني. Okay. بيقول لي اول حاجة determine the sampling rate if the signal is to be sampled at a rate 20% above Nyquist. ها بعمل ايه؟ تبقى الاف اس بتاعتي هتبقى ايه؟ ماشي 2 في اللي هي عادي 4.5 ده كده جبت نايكوست 20% ازيد هضرب في ايه؟ 1.2 تمام؟ طيب بعد كده عاوز النمبر اوف بيتس لان تبقى كام؟ لوج 2 الرقم ده صح؟ 1024 اللي هو كام؟ 10 بالظبط. بعد كده عاوز الريت، الريت هو ايه؟ الريت هو ايه؟ ماشي اللي هو 10 في الايه؟ في الاف اس. لا يا جماعه يعني شويه انتراكشن كده يعني احنا مش الاولى حتى ماشي. فبقى عندي ايه؟ الار هو 10 اف اس. الباندوث المينيمم باندوث هو ايه؟ ار على 2 بالظبط. طيب كل ده انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على يوزر واحد بيبعت سيجنال واحده تمام كده؟ طب لو انا عندي كذا يوزر او خلينا نبص قبل ما انا عندي كذا يوزر او حاجه تعالى نبص كده على الحاجه اللي انا ببعتها. انا عندي ايه؟ انا ببعت سامبل كل قد ايه؟ كل تي اس تمام؟ ماشي؟ احنا بتوع الكوميونيكيشن بنحب نستغل كل الريسورسز بتاعتنا، اوكي؟ عندي كل الوقت ده قاعد السيستم فاضي ما بيتكلمش. طب احنا ممكن نستغله صح؟ يعني انا دلوقتي اليوزر بتاعي بيتكلم كل تي اس. طب ما نخلي يوزرز تانيين يتكلموا في النص. ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو تايم ديفيجن مالتيبلكس. طيب تايم ديفيجن مالتيبلكس بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه ودين ده خلينا نفترض في الاول يا ابني اسمع ماشي ودين الايه من زيرو لغايه تي اس ده اوكي. لو احنا كلنا بنتكلم بنفس الريت لما انا هبعت مثلا او هتكلم من اول من عن تايم بزيرو اوكي باشمهندسه هقول لها ودين التي اس ده اتكلمي عند التي اس على الاثنين انت بتتكلمي نفس الريت هتبعت لي مثلا حاجه عند التي اس على الاثنين ابعت انا عند التي اس تبعت هي عند مين 3 تي اس على الاثنين ماشي وستيل هي محافظين على نفس الريت بتاعنا صح هي بتبعت كل تي اس بس شفتت في التايم وانا ببعت كل تي اس بس ايه بدي من عند الزيرو طب مش ممكن ازود اكتر؟ ممكن صح؟ احط هنا وهنا احط ايه؟ كذا يوزر. تمام؟ يبقى هنا في التي دي ام بعمل ايه؟ بقسم بين اليوزر في التايم. عندي كل يوزر فيهم بياخد الباندويث كله في ايه؟ في التايم سلوت دي. طيب انتوا خدتوا قبل كده ان ايه؟ الام دي ام، الام دي ام كان بيعمل ايه بقى؟ بيقسم بينهم في الفريكونسي صح؟ كل واحد فيهم بياخد الفريكونسي باند او تشانل طول الوقت. تمام؟ ال 2G بقى هو عباره عن ايه؟ هو ال FDM على ال TDM يعني انا عندي كده الباندويث بقسمه تشانلز وكل تشانل بقسمها لايه؟ لتايم سلوتس وكل يوزر في الايه؟ في الكفرج اريا بتاعتي او كده بياخد ايه؟ بياخد تايم سلوت وبياخد فريكونسي اوكي؟ طيب ماشي تعالى بقى نشوف هنقدر نقسم بينهم ازاي او نعمل ازاي الفريم بتاعنا راديو العادي لا يعني هو راديو اف دي ام عادي لكن انت بتتكلم على فيرست جينيريشن قصدك بيها الموبايل ستيشن صح؟ هو اف دي ام برضه تمام؟ ماشي
طيب ماشي بس ركز معايا. طيب ايكوالي سامبلد يعني ايه ايكوالي سامبلد؟ يعني كلنا بنتكلم نفس الريت. عندي مثلا سي ان انا عندي 3 يوزرز كل واحده فيهم بتبعت بايه او البند بتاع السيجنال بتاعها بي وده بي وده بي يوزر 1 يوزر 2 يوزر 3 كده الاف اس بتاعها ايه 2 بي 2 بي 2 بي. انا عايز اعرف مين بيزن لا هو هنا في وهنا دي لا مش عايز اسمع صوت بجد. طيب هنا ايه ده الاف اس اوكي. طيب يبقى هنا في الوقت مثلا لو عندي من 0 تي اس ده المفروض ان انا منتظره منه ايه منتظره منه 1 سامبل وده 1 سامبل وده 1 سامبل صح. فهاخد الايه من 0 لحد تي اس كده واقسمه ليه لثلاثه سلوتس 3 ايكوال سلوتس تمام كده. واقول ان الفيرست يوزر مثلا هيبعت هنا والسكند يوزر هيبعت هنا والثيرد يوزر هيبعت هنا اوكي. ويجي في الايه في الديوريشن اللي بعد كده نعمل نفس الفكره ده يبعت هنا ده يبعت هنا ده يبعت هنا تمام كده. طيب كده لو انا واقفه عند الترانسميتر من يعني وهو بيبعت كده بعد ما بيعمل وتفر بقى تي دي ام والكلام ده كله هشوفه بيبعت ايه. هل هشوفه بيبعت بالريت اللي هو 2 بي او بالريت بتاع الاف اس ده ولا هشوفه بيبعت ايه بيبعت اسرع صح لان هو هنا بيبعت اليوزر الاولاني والتاني والتالت. فكده الترانسميشن ريت بتاعه هو ايه هو ان انا ببعت 3 سامبلز صح على التي اس صح عشان بجيب كده الريت تمام. فكده يبقى الريت بتاعي 3 اف اس كده الريت حصل له ايه اتضاعف لثلاث مرات وده از فيري لوجيك صح. لو جيت هنا بصيت هلاقي ان انا عندي بالز ديوريشن مثلا سين هنا بعت واحد بعد كده هنا زيرو بعد كده واحد. لو انا عاوز احسب الايه الديوريشن التي اس بتاعتي او الريت بتاع السيجنال بتاعتي هلاقي ان هو ايه بقى تي اس على الثلاثه فكده الريت زاد صح تمام. طيب تعالوا نبص على البلوك دايجرام كده بتاع تي دي ام. تي دي ام عباره عن ايه عندي يوزر 1 ويوزر 2 ويوزر 3 لغايه ايه يوزر ان وعندي هنا حاجه اسمها كوميوتيتر. كوميوتيتر ده بيعمل ايه بيروح ياخد سامبل من اول واحده وعمال يلف على كل واحده فيهم ماشي ياخد سامبل من هنا وسامبل من هنا وسامبل من هنا لغايه الان وبعد كده بيروح ياخد السامبل ديت كل سامبل بياخدها بيبعتها على ايه على بالس موديليتور ايا كان نوعه ايه ممكن يبقى بام بي سي ام ايا كان هو نوعه ايه. بعد كده يعديه على الشانل بعد كده يعمله دي موديليشن تمام وبعد كده يعديه على ايه على دي كوميتيتور اللي هو بيعمل عكس الاوبريشن دي بدل ما هنا هو بياخد هنا هو ايه بيوزع على اللي هو الديستنيشن بتاع كل واحده فيهم عمال ايه يلف. طيب اسيومنج ان هما كلهم بنفس الريت ماشي فعندي ده اف اس لغايه ايه هنا كلهم ماشيين بنفس الريت بيطلعوا بنفس الريت اللي هو الاف اس اوكي. الكمبيوتر ده لازم يمشي بسرعه قد ايه ان اف اس صح لو عندي ان يوزرز يبقى ان اف اس صح عشان يلحق قبل ما ده يطلع الثانيه السامبل الثانيه عند التي اس يكون لف خد من كلهم صح كده. طيب كل الكلام ده انا بتكلم عليه على ايكوالي سامبل سهله صح. المشكله بقى في ايه ان مين قال ان هما كلهم لازم يكونوا بنفس الريت. يعني لو انا عندي مثلا واحده بي والثانيه برضو بي والثالثه 2 بي الاف اس بتاعتهم هتبقى ايه 2 بي 2 بي 4 بي هعمل ايه ها هدخل الاولى والثانيه لا يعني قولي لي يعني بص انا عندي حلين ماشي. الحل الاسهل ان انا احولها لايكوالي سامبل بمعنى انه مش هيحصل حاجه لو خليناهم كلهم 4 بي صح كده خدت سامبل زياده هيحصل حاجه لو انا زودت على نايكو ستريت مش هيحصل حاجه صح. فممكن اعمل ايه احولهم لايكوالي سامبل واخلي ده 4 بي 4 بي 4 بي تمام. طيب وساعتها ايه اللي هيحصل هيبقى عندي فريم كده ماشي من اول زيرو لحد التي اس. مين التي اس بقى ساعتها؟ هتطلع
واحد على الاربعة بي صح؟ ساعتها هقسم كده بينهم برضو بثلاثة ويبقى عندي الاف اكس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاثة الاف اس اللي هي بتاعت مين اللي هي بتاعت الاربعة بي فيبقى عندي 12 بي تمام؟ لو انت كان عندك سيجنال شكلها عامل كده ماشي وكنت بتعمليها سامبلنج كل تي اس فكان بيطلع لك سامبلز شكلها عامل كده انت زودت سامبلنج ريت يعني ايه يعني اخدتي سامبلز هنا من كل واحده واحده اخدتي واحده كمان حصل مشكله ضعفتي سامبلنج ريت فبقى بيطلع لك سامبلز هنا كمان بدل ما كنت انت بترميها فانت بقيتي بتاخدي ايه يعني لا ثانيه بس احنا قلنا ايه الاول سيبك من 2 بي ده احنا قلنا مش هنشتغل بده احنا هنعمل اب سامبلنج ليهم فبقيت باخد سامبلز هنا كمان زودت الريزوليوشن بتاعتي ماشي وبقيت بعمل ايه لما باخد من ده مثلا اول واحده باخد او مثلا اللي هي يعني اسيوم ان انا عندي واحده زيها كده برضو واحده اللي هي اصلا كانت سريعه لوحدها خلينا نقول دي كانت سريعه دي كانت زيها ماشي ده اللي كان الباندوت بتاعهم 2 بي خلينا نعملها في ازرق زيهم كده ده كان الباندوت بتاعهم 2 بي او الاف اس بتاعتهم 2 بي طيب فانا عملت ايه عملت له اب سامبلنج خدت سامبلز هنا زياده حلو فبقى الايه الاف اس بتاعتهم ايه 4 بي وده بقى ايه 4 بي ده اوريدي كان 4 بي صح كده فكمبيوتر لما يجي يعدي هيعمل ايه هياخد دي وهياخد دي وبعد كده دي بعدين يجي ياخد دي بعدين دي بعدين دي عادي زمان لو كان عندي ده فضل 2 بي كان ايه اللي هيحصل كان هيجي ياخد دي بعدين دي ماشي مفيش مشكله بعد كده دي يجي هنا ياخد دي مش هيلاقي قدامها حاجات صح فدي كانت هتبقى مشكله بالظبط ماشي ده في الحل ايه بتاع الايكوالي سامبل طيب عندي حل تاني ان اشتغل كل واحد فيهم بالبندوت بتاعه تمام طب لو انا اشتغلت كل واحد بالبندوت بتاعه هعمل ايه بالظبط هنا الباشمهندسة بتقول ايه بتقول انه خلاص انا لو انا اشتغلت بده لو ده بيطلع سامبل وده بيطلع سامبل هاخد من ده 2 سامبل اوكي ده شكل ولا ايه لانه هنا حتى تعالوا بصوا كده خلينا نقول ان هو بياخد هنا ايه اللي هيحصل ده بيطلع 2 سامبلز كل تي اس صح وهنا ده بيطلع سامبل واحده وده بيطلع سامبل واحده فالكمبيوتر لما يجي يعدي هيعمل ايه ياخد من هنا واحده ومن هنا واحده وياخد من هنا 2 صح صح ولا ايه طيب ده اللي انا هعمله هقول ايه هقول ان ده الباندوث بتاعه اصلا بي وده بي ده 2 بي فيبقى ايه يبقى عندي ده الاف اس بتاعته 2 بي وده 2 بي وده 4 بي يبقى ده باخد منه سامبل وده باخد منه سامبل وده باخد منه ايه 2 تمام طيب يبقى total number of samples كام في الفريم 4 صح كده يبقى انا هرسم ايه فريم الطول بتاعه مين التي اس بقى المره دي مين التي اس على 2 بي ما انا لو خدت 4 بي ايه اللي هيحصل؟ اكني بكابتشر اول واحد ومش هلحق الاثنين التانيين صح؟ فلازم اخد اطول واحد صح؟ عشان اطول واحد ده هو اللي هيجرانتيني ده يطلع لي 2 سامبلز صح ولا ايه؟ يبقى ده ايه؟ 1 على 2 بي واقسم ده لايه؟ لاربعه كده حلو؟ طيب انا عاوز اشوف هوزع ازاي الحاجات في الايه؟ في الفريم لان لازم يكون ايه لازم الاثنين دول ما ينفعش يكونوا جنب بعض صح لازم يكون في ديستنس بينهم تي اللي هي التي اس على الاثنين مثلا يعني مش تي اس على الاثنين صح طيب خلينا نشوف هعمل ايه هقول ان اس 1 فين ده اس 1 اس 2 اس 3 هقول ان اس 1 بتتكرر كل قد ايه هقسم ال 4 على ال 1
هدي ان هي بتتكرر كل اربع مرات. اس 2 هتبقى ايه عندي 4 على الواحد هتتكرر برضو ايه كل اربع مرات. اس 3 هي ايه عندي 4 وهي ايه عدد سامبلز بتاعها في الفريم 2 يبقى هتتكرر كل كام؟ كل مرتين. هبدا بمين؟ هبدا بتتكرر كل ايه اللي هي ليها كذا سامبل في الايه في الفريم ماشي، عشان دي اللي لازم امنتين فيها الايه الباترن بتاعتي. هبدا باس 3 ماشي، هي بتتكرر كل قد ايه؟ كل مرتين. يبقى عندي 1 ادي 2 اوكي، وبعد كده اس 1 واس 2 هتكون في اي حته. طبعا مش لازم تعمل كده، يعني انت ممكن كنت تحط هنا اس 3 وهنا اس 3 اوكي ماشي، بس ما بس مثلا ما ينفعش تحطهم ورا بعض، يعني مثلا ما تحطش هنا اس 1 واس 2 اس 2 وتحط هنا اس 3 اس 3، ده غلط تمام. هي لازم تتكرر كل قد ايه؟ كل اس بالظبط تمام كده. طيب خلينا ناخد بقى الكيس، لو انا كان عندي ده كده ما كانش بي، ده كان 2 بي فده كان 4 بي، فدي كانت تديني ايه؟ 2 سامبلز في الفريم صح كده؟ عدد السامبلز كام؟ 5 صح؟ يبقى انا ايه عايزه اقسم ده 5 حتت كده تمام؟ تعالى نبص كده هتكرر كل قد ايه؟ دي مفيش مشكله، 5 على الواحد هتديني 5، 5 على الاثنين هتديني ايه؟ 2.5. في حاجه اسمها سلوت 2.5؟ حاجه بتتكرر، في حاجه ينفع اقول ان هي بتتكرر كل 2 سلوتس ونص؟ ما ينفعش صح؟ يبقى هعمل ايه بقى؟ انا محتاجه ده يكون ايه انتجر لازم بالظبط، لازم ايه لازم اضمن ان عدد السامبلز يبقى ايه اقدر اقسم على ايه اي رقم من الارقام دي ماشي. لوس كومن ملتيبل، طيب هنا هيبقى ايه؟ هيبقى عندي 6 صح، يبقى اكني زودت سلوت ثانيه فاضي اوكي. فتعالى نبص كده، يبقى عندي 6 6 على الواحد هتديني ايه تكرر كله 6 مرات، هنا 6 على الاثنين هتكرر كل كام؟ 3. هنا نفس الفكره، 6 على 2 تتكرر كل ايه؟ كل 3 مرات. يبقى الفريم ده ما ينفعش اعمله 5، لازم يتعمل ايه؟ 6 تمام؟ هبدا بمين؟ نبدا بتكرر روتين صح؟ دي تتكرر كل 3 مرات ودي تتكرر كل 3 مرات، يبقى ايه؟ هبدا باس 2، انا بس بحاول يبقى الدنيا سيستماتيك شويه اوكي؟ اس 2 وبعد كده تتكرر كل 3 مرات 1 2 بعدين احط هنا اس 3 وتتكرر كل كام؟ 3 مرات وتبقى ايه؟ اس 3. بعدين اس 1 احطها في اي حته، عاوز تحطها هنا هنا مش مشكله. احسن حاجه اللي ايه؟ اللي هي الاس 1 دي ممكن تحط في اي حته، بس يبقى دايما اللي ايه؟ اوكي؟ ها؟ حد عنده مشكله؟ علشان انا لما جيت حطيت الخمسه دي قسمتها اشوفها بتظهر السامبل دي كلها قد ايه؟ لقيت ان بتظهر كل 2.5، ينفع حاجه اسمها بكررها كل 2.5 سلوت؟ مفيش نص سلوت. الاس دي لا، هو انا بقول ان السامبل رقم 2 دي بتتكرر كل قد ايه؟ فبتتكرر كل قد ايه دي؟ انا عندي 6 سلوتس وهي بتتكرر مرتين، فبتتكرر مثلا كل 3. فلو هي كانوا 5 هيتكرر كل قد ايه؟ مفيش حاجه اسمها نص سلوت، هي السلوت لما مفيش سلوت. تمام؟ طيب تعالى نشوف البروبلمز بقى. الاف اكس هنا اف اكس هنا تبقى ايه؟ في القديم كان هيبقى عندي ايه؟ 4 على ايه؟ 1 على 2 بي صح؟ هتديني في اخر ايه؟ 8 بي صح كده؟ تعالى نبص كده، لقينا ان ده بيحقق ايه؟ باندوث اقل، او الاف اكس بتاعته اقل من ايه؟ من ده صح؟ فبيحقق باندوث اقل صح كده؟ طب تعالى نبص هنا، يبقى عندي 6 على 1 على 2 بي هيديني في اخر ايه؟ 12 بي صح؟ هيديني نفس الباندوث اكنه هنا. ليه الكلام ده؟ عشان انا عندي اوريدي سلوت فاضي، سلوت فاضي دي انت لو حطيت فيها اس واحد تاني اكنك رجعت لهنا صح كده؟ الناس مركزه معايا ولا ايه؟ ماشي. هنا لو جينا بصينا كده الباندوث في الحاله دي كان ايه اللي حصل؟ كان عندي الاف اكس، ما هي الاف اكس في الاخر فانكشن في الباندوث صح؟ هتلاقي ان الباندوث هنا او الاف اكس اقل من ايه؟ الاف اكس هنا صح؟ طيب في الحاله دي لقينا الباندوث 12 بي زيها زي مين؟ زي هناك. ليه الكلام ده؟
علشان انت عندك هنا ستوك فاضي. ستوك فاضي دي لو كنت حطيت فيها الاس واحد كنت جت مين الكيس دي. وبص هنا الاقي ان ده وهو ايه هو ده هنا رجعت الكيس هناك بس احنا سايبينها فاضي تمام ولا ايه؟ ماشي ندخل على البروبلمز. حد عنده مشكله؟ في كويز بعد اسبوع يعني مش الاسبوع ده مش الاسبوع الجاي اللي بعده ماشي على الكلام ده. لا البنت مينيمم ملوش علاقه بالبريك دي علاقه بالافشنسي اللي هي نسبه الافشنسي اللي هو قد ايه كم الداتا اللي بتبعتيها على نفس البنت. يعني مثلا السايد بنت مثلا ريسبكت للدبل سايد بنت. الدبل سايد بنت عندي مثلا لو 2 بي ببعت عليهم مسج واحد. لو انا عندي سايد بنت على 2 بي ده هبعت 2 مسج مثلا. يعني كده السبكت الافشنسي بتاعت السنجل سايد بنت اعلى من مين؟ طيب تعالوا نبص بقى على البروبلم. في البروبلم دي بيقول لي عندي 5 سيجنالز each of bandwidth 1 كيلو هرتز to be transmitted simultaneously by binary PCM. The maximum error in sample amplitudes is 0.2% of the peak amplitude. ماشي. بعد كده بيقول لي the signals must be sampled at least 20% above the Nyquist rate. Framing and synchronization requires an addition 0.5% extra bit. I was the rate والمينيمم bandwidth. بالراحة كده. أنا هو عاوز the rate. يبقى أنا محتاجة أجيب إيه؟ محتاجة أيوة أجيب الـ FS. إيه تاني؟ محتاجة أجيب الـ F والـ FX. صح؟ FX ده اللي هو مين عشان دلوقتي بستخدم إيه؟ بستخدم الـ TDM. بما اني بستخدم تي دي ام فهو دلوقتي عندي ايه ترانسميشن ريت. لو هي سيجنال واحده كنت زماني قلت ايه اف اس. تمام. طيب هنا الاف اكس ده ممكن اجيبه ازاي؟ ماشي. اللي هو عباره عن انا عندي ده ايكوالي سامبل صح. هو ايه هو بيساوي 5 في الايه في الاف اس زي ما هنا عملنا كده. تمام. اكني بقى عندي ايه فريم من 0 لغايه تي اس قسمته لايه لخمسة. تمام. يبقى كده ايه كده اول حاجه ده الاف اكس. الاف اس بقى بجيبه ازاي؟ هو قايل لي ايه؟ قايل لي ان signals are sampled at 20% above Nyquist. يبقى هنجيبه نفس الفكره صح كنا جبنا بيه قبل كده. حد يقول لي كده جبناها ازاي؟ 1 كي بنات اشطر على فكره. ماشي. طيب معروفة صح؟ ماشي. الان الان عندي هجيبها ازاي؟ ها؟ ماشي. الماكسيمم ايرور هي الاس على الاثنين بيساوي ايه؟ 0.2% من ايه؟ من البيك امبليتيود هي الام صح؟ والاس دي عبارة عن ايه؟ 2 الام
على القلب صح كده؟ طيب دي اشيلها مع دي والاثنين هتشال مع النص هيفضل لي مين؟ هيفضل لي ان القلب عباره عن ايه؟ عباره عن الالف على الاثنين اللي هي ايه؟ 500. طيب يبقى عدد البيتس كام؟ لوج 2 500 صح؟ اللي هو يديني 8 بوينت حاجه اللي هو في الاخر هقول ان هو ايه؟ 9 صح؟ ما ينفعش اعمل فلور صح؟ طالما هو اوريدي مستخدم ال 500 ليفل يبقى ما ينفعش اديله ايه؟ 256 مثلا صح؟ حتى لو هو كان مستخدم 557 257 ماشي يعني ليفل زياده بس لازم اديله ايه؟ طالما هو اوريدي مستخدمهم يبقى لازم اديله برده التسعه. اوكي؟ لازم دايما ايه؟ بعمل دايما سيلينج. اوكي؟ فطلعت ايه؟ طلعت التسعه. حلو كده؟ طيب يبقى انا كده جبت التسعه بس هو قايل لي حاجه قايل لي ان فريمينج وسنكرونيزيشن بيحتاج 0.5% زياده للفريم يعني بيتس للفريم. هعمل ايه؟ هضرب التسعه دي صح؟ 1.005 صح كده؟ هدي 9. حاجة او 45 هاخد الان ديت هي اللي هضربها يبقى عندي 9.045 في ايه؟ في الاف اكس دي جبت الار وبعد كده البند هتبقى ايه؟ هيبقى نص الار دي. هو يعني ايه اصلا؟ يعني ايه رقم؟ لا ما انا كنت لسه بقول ماشي؟ دلوقتي هي ايه اصلا الاديشنال بيتس ديت؟ هي مالهاش علاقة بانت بتريبريزنت السامبل بايه؟ بمعنى ان انت مثلا خلينا نقول الفريم اهو تمام؟ خلينا ناخد الفريم ده. الفريم ده انت عملت البيت الواحدة او سوري السامبل الواحدة حطيت فيها 9 بيتس صح؟ يعني هنا بقى فيه 9 بيتس وهنا 9 بيتس و9 بيتس. هو بيقول لك يعني ايه؟ يعني ايه 0.5% اكسترا بيتس؟ يعني مثلا على كل 1000 بيت هتبعتهم هتقعد هنا هيدر كده او خلينا نقول ان هي ايه كنترول مثلا سيجنال او حاجه ماشي هتحط 5 بيتس على كل 1000 بيت سنكرونايزيشن ما بين عشان يعمل السنكرونايزيشن ما بين الترانسميتر والريسيفر. اوكي فالبيتس اللي موجوده هنا دي مالهاش علاقه بال10 هنا او 9 هنا صح؟ انت لو زودت ده ل 9 مالهاش معنى صح؟ لان البيتس اللي بتتزود هنا في الاخر ده عندي ايه؟ ده عندي 45 صح؟ انا كل 1000 بزود عليهم 5 بيتس يعني او خلينا نقول بنت على كل مثلا 200 فبقى عندي لينكت اوف فريم هو اللي اتغير عشان البيت اللي حطيتها هنا بس البيت اللي حطيتها هنا دي على طول بتبقى مثلا واحد بيت واحده ماشي ملهاش علاقه بقى الايه السامبل دي انا مثلتها بكام بنت فاهمين الفكره؟ ها فهمت؟ ها مين مش فاهم؟ انتوا مبالغين جدا فاهمين؟ طيب هتقول اي حاجه طيب ماشي بعد كده المينيمم باندويث هيبقى ايه نص الار. طيب هناخد اخر بروبلم بقى ايوه دي لا ليه ما هي زودت لك عدد البيتس صح ولا ايه؟ لو انا مثلا لو الفريم بتاع البيتس المفروض يبقى فيه اللي هو لا التي اكس هيبقى زي ثابت زي ما هو اللينث اوف الفريم اللي بتبعته بقى التي اكس زاد يعني التي اكس هنا بقى ايه؟ بقى لو انت مثلا بتبعت 9 في التايم ديوريشن وتفر اللي هي خلينا نقول ماشي خلينا نقول ايه؟ اللي هي تي مثلا اكس 1 مثلا اللي هي اللي هنا دي بلس 1 في ايه؟ فتفر التي اكس او اللي هي الرقم اللي هي الايه الفاليو دي وده طبعا في عدد الايه سلوتس هنا اللي هي مثلا هنا في الحاله دي 4 مثلا الديوريشن بتاع الفريم كله هو اللي كبر تمام فاكرين الدكتور لما كان بتقول لكم ان احنا بنحط ماركرز قدام الفريمز علشان سينكرونايزيشن هو ده هو هي دي الماركرز يعني اوكي تمام ولا ايه؟ لا مش صغير تمام طيب
انت عندك الاف اكس دي هي مين؟ يعني انت عندك الاف اكس ده هو الديوريشن صح؟ يعني انت دلوقتي عندك ده البيتس بتطلع مثلا شكلها عامل كده تمام؟ ده هو التي اكس، ده اللي بجيب منه ايه الاف اكس. لو انا حطيت هنا بيت واحده مثلا كل 1000 الديوريشن بتاعها برضو تي اكس، بس ايه هي 1 بت بس كده. تي اكس اتغيرت في حاجه؟ لا صح، عدد البيتس هو اللي زاد صح. بدل ما الديوريشن بتاع الفريم كله كان مثلا اللي هي 9 في تي اكس في عدد السلوتس اللي هي 5، بقى دلوقتي ايه؟ بقى دلوقتي بلس 1 في تي اكس مثلا، بس هي مش 9، احنا بنقول ان هو ايه خد 0.0 اللي هي نص في المية، نص في المية، فانت اكيد ده عندك 1000 بلس 1. فعدد البيتس دلوقتي هو ايه؟ لو انا عاوز احسب عدد البيتس فقسمت على التي اكس هنا، ف يعني قسمت على سوري 5 تي اكس، فيطلع لك الرقم ده اللي هو مثلا 9، بس هو مش هنا هي مش بيبعت واحده على كل 45، هو بيبعت على ايه؟ على كل مثلا على كل 1000 مثلا. فساعتها لو انت هنا مثلا تقول ان ده 1000 وهنا قسمت على ال1000 هديك ايه؟ هديك ده في الاخر 9 ماشي 9000 وواحد على ال1000، فده عدد البيتس. بالظبط، او 0.5%. انت فاهم الفكره؟ احنا في الاخر عشان اجيب العدد البيتس هعمل ايه؟ هقسم الايه؟ التي بي، مش انا في الاخر التسعه دي هي عدد البيتس صح؟ فانا كل تايم دوريشن بحط عليهم واحده، مثلا كل 1000 بحط عليهم 5، خلينا نعملها بالظبط. كل ايه؟ كل 1000 بت كده بحط عليهم 5 بت، تمام؟ ف 5 بت ده التايم دوريشن بتاعهم ايه؟ 5 تي اكس صح؟ وهنا عندي ايه؟ عندي 9 تايم سلوتس صح؟ او لا مش سوري 9 بت في ايه؟ في 1000 تايم سلوت في تي اكس صح كده؟ طيب ماشي، فانا لما اجي بعد كده هعمل ده اديشن واقسم على الايه؟ ال 1000 تي اكس ماشي؟ هيديني ايه في الاخر؟ هيديني ده كده هيتشال، وهيديني في الاخر ايه؟ ده هيتشال مع ده، هيديني 9 في ايه؟ 9 بلس 5 على ال 1000 حاجة كده تمام؟ ففي الاخر عدد البيتس هو 9 وكسر، بس هم اوريدي انا على كل ال 1000 مثلا بحط 5 بيتس. طيب نيجي لاخر بروبلم بقى عندنا. هنا هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي ستة سيجنالز ماشي، بعمل لهم فولس امبليتيود موديليشن، عندي 4 الباندوز بتاعهم 5 كي، وعندي 2 الباندوز بتاعهم 10 كي تمام. بعد كده اول حاجه بيطلبها المينيمم سامبلنج ريت لو هما ايكوالي سامبل، ده اصلا كان السامبلنج ريت بتاعه 10 كي، ده ايه 20 كيلو صح؟ فالمينيمم اللي انا هاخده ايه؟ ما ينفعش اخد ال 10 صح؟ لما دي مش تبقى سامبل صح؟ فلازم اخد ايه؟ ال 20 كي تمام؟ سهله صح؟ بعد كده بيقول لي عاوز المينيمم باندويث في حاله الايه؟ اللي هما ايكوالي سامبل، وان انا مستخدمه البام، محتاجه اروح اجيب مين؟ محتاجه اجيب الاف اكس صح؟ اللي هو كام؟ 6
ليه؟ ال 20 كي صح؟ مش هما ايكوال سامبلز يعني باخد سامبل من كل واحده، فانا عندي ايه؟ من 0 ل تي اس اللي انا مختاراه من هنا دي باخد ايه؟ باخد 6 سامبلز، ف 6 على تي اس اللي هي اوريدي ايه؟ اللي هي 6 في الاف اس بتاع كل واحده فيها. تمام؟ طيب البالانس بقى هنا هيبقى ايه؟ نص، بس انا دلوقتي مش عندي ريت صح؟ هيبقى اف اكس صح؟ عشان انا بشتغل بايه؟ بشتغل بام صح؟ انت فاهمين الفرق صح؟ بام عندي ريت العرض بتاعه من زيرو لحد تي اس مثلا على الستة صح؟ لكن لو انا بقى عملت بالس كودنج وذين ده هحط بالس مثلا الايه؟ مثلا هحط هنا مثلا 1 2 3 4 5 5 بيتس مثلا، فاكن ده كمان اتقسم لسه على كام؟ اكنه ريت، بس الويت بتاعه كام؟ تي اس على 30. فاهمين؟ فاهمين الفرق ما بين البي سي ام والبام؟ البام انا ببعت ايه؟ ببعت مثلا بعمل لو عندي سامبل مثلا كده يعني امبليتيود معايا معين، بعمل ايه؟ بعمل ريت بنفس الامبليتيود صح؟ ريت الديوريشن بتاعه قد ايه؟ تي اس صح كده؟ صح؟ طيب لو انا عندي بالس كود الاول بروح احول الكود صح؟ فوزن التي اس ده بعمل ايه؟ بحط مثلا بيتس 5 بيتس مثلا، فبحط ايه مثلا 00101 مثلا ماشي؟ الفاليو بتاعها البيتس ديت مش كل واحده فيهم ليها ديوريشن، لازم يكون الديوريشن بتاعها ايه؟ تي اس على الخمسه صح كده؟ معايا؟ طيب فكده الايه؟ الباندوث قل، فلازم اروح اجيب الريت اللي احنا كنا لسه بنجيبه من شويه. عشان كده كنت بقول الباندوث هنا فانكشن في مين؟ لو انا شغاله بام هو فانكشن في الاف اكس اللي ببعت بيها. لو انا شغاله اسمها ايه دي؟ بي سي ام بعمل ايه؟ بضرب الاف اكس في ال في عدد البيتس صح؟ فتديني ايه؟ فتديني الباندوث. تمام؟ في حد مش فاهم؟ تمام. بيقول لي بقى ايه المينيمم باندوث لو انا شغاله سنجل سايد باند؟ سنجل سايد باند اللي هو انا. ها بالظبط، يبقى هو ايه؟ اكن انا عندي ايه شكل الفريكوانسي دومين؟ شكله عامل كده، عندي 4 سيجنالز باندوث بتاعهم 5، وعندي ايه؟ 5 سيجنال سوري 2 سيجنالز باندوث بتاعهم 10. 10 و10 ودول ايه؟ 5 و5 5 5 هتجمع صح؟ فدول عندي 20 30 40، يبقى ده ايه؟ 40 كيلو. ها؟ تمام؟ في حد مش فاهم؟ مش كود لا بالص امبليتود مش كود بس عادي يعني بعمل بالص موديليشن بس يعني نوع مختلف مش بالص كود بس انت فاهم الفرق صح؟ تمام؟ طيب ماشي حد ده محتاج اضربه في الالت صح؟ اضرب ان اف اكس بالظبط. حد عاوز نعملها ماثيماتيكال اقول لكم الفرق ماثيماتيكال؟ تمام؟ طيب لو هما نون ايكوالي سامبل عاوز اجيب الباندويث نون ايكوالي سامبل هنعمل ايه؟ هنعمل احنا كنا لسه بنعمله من شويه. ايه اللي كنا بنعمله من شويه بقى؟ بالظبط نشوف كام سامبل بيطلعوا في الايه في الفريم. عندي ايه؟ عندي واحده مثلا 5 واحده 5 برضه واحده 10 وواحده 10 تمام كده؟ الاف اس بتاعتهم كام؟ هنا 10 كي 10 10 10 وهنا 20 و20 صح كده؟ كده هنا اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 تمام؟ ده الباندويث وده ايه؟ ده الاف اس بتاعتهم. طيب كل واحده فيهم هتبقى ليها كام سامبل بير فريم؟ هيبقى ايه؟ لو ده باخد منها واحده وده واحده وده واحده وده واحده هاخد من ده ايه؟ 2 و2 صح كده؟ صح ولا ايه؟ طيب التوتال نمبر اوف ايه؟ هي هتبقى تاني. طيب التوتال نمبر اوف سامبلز كام؟ 8 4 وهنا 4 صح كده؟ طيب لو انا عندي فريم انت خلاص انت اول ما تجيب 8 دي انت ممكن تعرف على طول تحل البروبلم تمام؟ بس احنا ايه؟ خلينا نرسم الفريم
هقسم ايه؟ هنقسم من 0 لغايه التي اس. مين التي اس؟ 1 على اقل ايه؟ اقل اف اس فيهم، صح؟ ناس معايا؟ 1 على العشرة كي. هعمل ايه؟ قلنا ان احنا هنروح نجيب كل واحده فيهم تتكرر كل قد ايه، صح؟ فدي بيتكرروا بايه؟ كل 4، وده كل 4، وهنا كل 8 و8 و8 و8، صح كده؟ هنبدا بايه؟ بيتكرروا اسرع. ده عندي 2 وبيتكرروا كل 4، خلينا نحط ايه؟ اس 5 بيتكرروا كل ايه؟ 4، 1 2 3 4، هنا احط ايه؟ اس 5 واس 6 جنبها. بعد كده احط هنا اس 1 اس 2 اس 3 اس 4. سهلة ولا ايه؟ طيب ال f x في الحالة دي هيبقى ايه؟ 8 في ها 10 k، صح كده؟ والباندويت نص f x هو كام؟ 40 k. تعالى نبص كده، 40 k زيها زي مين؟ سنجل سايد باند. طيب خلينا ناخد حاجه كيس ثانيه كده، ان انا كان عندي ده 2 وده كان 20 وده كان 10. تعالى نحسب كده عدد الايه؟ عدد السامبلز هيديني كام؟ دول 6 9. هنعمل ايه؟ نعملها 10، صح كده؟ يبقى ايه؟ ساعتها دي هتحولها ايه؟ ل 10. وده ساعتها يبقى بنعمل ايه؟ بنقسم ال 10 على ال 2، فيبقى بتتكرر كل 5. يبقى انا هرسم فريم طول 10 ماشي، واحط ايه؟ واحط مثلا اس 4 تكرر كل 5، 1 2 3 4 دي 5، واحط جنبها الاس 5 وجنبها ايه؟ الاس 6، واحط هنا ايه؟ اس 1 واس 2 واس 3. طبعا في واحده تبقى فاضيه، وساعتها الاف اس هيبقى ايه؟ 10 و10 ايه؟ كيلو، صح؟ ساعتها الباندت هيبقى نص ده، تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ هتلاقوا في بروبلمز في اخر السلايد بتاع دكتور منى تقريبا، او ده كان السلايد معايا فيها كذا بروبلم، بس هتلاقي الدنيا شويه ممكن تكون اصعب سنه، ممكن تكون مش مالتيبلز من بعض، فلازم تجيب الايه؟ كلوز كومن مالتيبلز والكلام ده كله، اوكي؟ فاتدربوا عليهم عشان الكوز، اوكي؟ وبرده هبعت لكم حاجات ان شاء الله. تمام كده، خلصت خلاص.